منورنا على التليفون دكتور محمد محمود حمودة، استشاري طب نفسي أطفال وبالغين. إزاي حضرتك يا دكتور؟ منورنا في حياتك صح، ومحتاجين بقى حضرتك تقول لنا نحاول يعني في الوقت اللي جاي ده ان احنا نعرف معظم الحاجات اللي تخص الصحة النفسية للأم والطفل خصوصا في بداية الدراسة. وخلينا نبتدي كده بأكتر الأخطاء الشائعة اللي الأمهات بتعملها، فده بيأثر على نفسيتهم وبالتالي بيأثر على الأطفال. يعني خلينا نتفق انه أكتر مشكلة الأمهات بيقعوا فيها ان هم فاصلين السنة ما بين دراسة وأجازة، فتلاقيهم طول الاجازه سايبين الاولاد براحتهم، يناموا الفجر ويلعبوا بلاي ستيشن زي ما هم عايزين والحياه سبهلله، وبعدين اول ما تيجي الدراسه كاننا دخلنا من المايه الساقعه للمايه السخنه، ممنوع الخروج وممنوع الطلوع واحنا عندنا مدرسه ولازم ننام بدري ولازم نصحى بدري. النقله دي الطفل ما ينفعش يتنقلها في يوم وليله. يعني ما ينفعش امبارح ابقى سهران للفجر وبلعب بلاي ستيشن والنهارده تقولي لي لا لازم تركز في المذاكره وتقفل البلاي ستيشن وتقفل التلفزيون وتنام بدري والكلام ده. دي غلطة رهيبة الأمهات بيقعوا فيها. ده بيخلي استجابة الطفل سيئة جدا، لأنه لازم أبقى محضر الطفل قبل بداية الدراسة بفترة كافية على النقلة دي. يعني قبل بداية الدراسة بشهر المفروض أبدأ أعوده أنه ينام بالليل ويصحى في ميعاده الصبح، وأبدأ كل شوية أخليه يصحى بدري. يعني 9 وبعد كده 8 وبعد كده 7 وبعد كده 6، عشان مش في يوم وليلة امبارح كان نايم 6 الصبح والنهاردة أنا بصحيه من النوم عشان يروح المدرسة 6 الصبح. بالظبط. فده طبعا بيعمل لخبطة كبيرة للطفل ولخبطة كبيرة. الحاجة التانية إنه الأمهات دايما بيقارنوا أولادهم بالآخرين، ودي مشكلة كبيرة جدا ومنتشرة جدا. طول الوقت احنا بنقارن ولادنا بولاد اختي وبولاد جارتي وبزمايله في الفصل وباخواته كمان، مع ان احنا طول الوقت نقول دي فروق فرديه وكل واحد عنده قدرات مختلفه عن التاني، ولكن دايما الامهات بيقعوا في حكايه المقارنات دي طول الوقت، وهي عايزه دايما ابنها يبقى هو احسن واحد في الدنيا. وبعدين هي بيبقى عندها توقع لان هو يحقق انجاز معين تمام وما يحققش الانجاز اللي هي مستنياه، فتبدا تصاب بالاحباط وتبدا تعمل رد الفعل للاحباط اللي هو بنسميه رياكشن تو فرستريشن، اللي من ضمنه الغضب او من ضمنه الخناق او من ضمنه الزعيق او من ضمنه الاهمال او الكلام المحبط بقى عامه، لو انت فاشل وانت مش نافع وانت ما... كل ده رد الفعل للاحباط، والاحباط سببه ان هي مستنيه ان الطفل حاجات هو ما يقدرش يقدمها، هو مستنيه منه اكتر من طاقته ومستنيه منه في يوم وليله انه يحصل ده. يعني مستنيه منه من امبارح كان بينام 6 الصبح والنهارده لازم يصحى 6 الصبح ونشيط وفايق وكل حاجه طبعا. ودي مشكله كبيره ان احنا بنبقى عندنا توقعات كبيره من اطفالنا، وده مش صح. لازم التوقعات دي نبقى بندي الطفل حجمه في التوقعات، يعني التوقعات تبقى ماشيه مع قدرات وامكانيات طفلنا. دول اكبر من 3 مشاكل بيقابلونا طول الوقت مع الامهات ومع الاطفال. طيب وفي عامه حاجه في التوتر اللي برضو اللي بيحصل خصوصا لو الام بتشتغل، فبيبقى في كده زي ما بيقول ستراجل او معاناه بشكل ما ان الام تحافظ على الكارير بتاعها وتحافظ على شغلها وتبقى دايما محققه نفسها فيه، وفي نفس الوقت ما تبقاش مقصره في البيت، فبيحصل توتر كده في بدايه الدراسه لو انا مش عارفه اوفق ما بين الاثنين، فبتحصل مشكله وبيحصل ضغط عليها كبير اللي هو انا فاشله بقى في كل حاجه. فبرضه ايه اللي بيحصل؟ توتر بس، ده بيحصل بيرن اوت اللي هو متلازمه الاحتراق. بيرن اوت سندروم ده لما الشخص يبقى حاطط 100 مهمه على نفسه وهو عايز يؤدي كل المهمات دي بشكل جيد. فاول يوم ينفع يعمل ده، ثاني يوم ينفع، اسبوع ينفع، بعد شهر هيلاقي نفسه ايه؟ مش قادر يعمل حاجه خالص. خلاص هو بدا يتحرق فعليا وبدا يحصل له احتراق نفسي، وهو ما عندوش طاقه انه يصحي العيال يوديهم المدرسه، ما عندوش طاقه انه يقعد يذاكر مع العيال، ما عندوش طاقه انه حتى يروح الشغل. فللاسف ده حمل كبير على الامهات اللي بيبقوا عايزين ينجحوا في الشغل ويذاكروا مع اولادهم ويهتموا باولادهم ويودوهم تمرين، فتلاقي ان الام بتصحى من 6 الصبح عشان ترجع تنام بالليل الساعه 12 بالليل. هي هلكانه، هي شخص مالوش حياه كده. فده ما ينفعش، لازم نبقى عارفين اولوياتنا ايه، ولازم نبقى مقررين انه يا الاولويه الشغل يا الاولويه للولاد، ولو الاولويه للشغل يبقى الولاد هياخدوا وقت معين مني وحد هيساعدني في الوقت التاني. حد لازم يكون بيساعدني في الوقت التاني، مش انا المفروض اعمل كل حاجه، انا مش سوبر ماما. يعني فكره سوبر ماما دي فكره غلط تماما. بالظبط، وده بنرجعه يمكن للنقطه اللي حضرتك قلتها، المقارنه. زي ما احنا بنقارن الاطفال مع بعض بنقارن برضو كامهات نفسنا مع ناس تانية، اللي هو ايه، طب ما دي بتعمل كل حاجه اشمعنى انا، طب ما انا عايزه ابقى الشخص الكويس، فدايما برضو المقارنه بتكون موجوده.
ده مش بس الام بتقارن نفسها بالاخرين، ده الاب بيقارن الام دي اللي هي مراته بمراتات صحابه والتانيين، فيقول لها اشمعنى مرات صاحبي بتعمل وبتسوي، اشمعنى مش فنلاقي ان هي طول الوقت عايزه توصل للكمال، والكمال لله وحده، فهي عمرها ما توصل للكمال، بالعكس هي هتحبط وتوصل في الاخر انها تدخل في الاحتراق النفسي وما تعملش اي انجاز وتقعد مكانها وخلاص ما تطلبوش مني حاجه. طب وبالكلام عن الموضوع ده، عايزين برضو نتكلم على دور بقى شريك الحياه او دور الاب بقى في الضغط النفسي، سواء في انه يزود الضغط النفسي او ان هو يعمل دور يقلل الضغط النفسي على الام والطفل. احنا لسه حالا بيقول انه لازم يبقى في حد بيساعدها، ما ينفعش تقدر تعمل كل حاجه في نفس الوقت، يعني ما ينفعش تصحى من 6 الصبح وتفضل 12 بالليل شغاله عشان تودي التمرين وتروح شغلها وتصحي الاولاد وتعمل لهم سندوتشات وتوديهم المدرسه وترجع تغديهم وتذاكر لهم. لازم يبقى في حد بيساعدها، هي ليها نص الوقت ونص المجهود مع الاولاد، والاب ليه نص الوقت وليه نص المجهود مع الاولاد المفروض، لانه ده بيت فيه اتنين مش فيه واحد لوحده. واذا كان الاب مش هيقدر يقوم بالمجهود ده بسبب ظروف شغله، فهو مسؤول انه يبقى في حد، يجيب حد يساعد الام انها تقوم بنص الدور بتاعه اللي هو مش قادر يقوم بيه، وده مش تفضل منه على الام، بالعكس ده صح، ده واجبه، ده دوره اللي هو مش قادر يؤديه، فجاب حد بفلوس يؤدي له دوره. مش 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 تفضل على الام خالص، الام ملهاش علاقه، الام ادت دورها في نص الوقت بتاعها، دورك انت بقى، انت مش قادر فهتجيب واحده تساعدها، هتجيب مدرس خصوصي ذاكر للولد، هتتصرف باي شكل من الاشكال، لانه ده دورك اللي انت مش قادر تقوم بيه، فجبت حد يساعدك انت. والله كلام جميل، كلام جميل، نتمنى ان هو ينتشر، لانه فعلا يا اما الناس ما بتعملش ده خالص وبيبقوا شايف ان هو الام هي اللي المفروض تعمل كل حاجه، يا اما لو عمل ده وساعدها اللي هو يعني هو بصي بقى يا ست اديني ساعدتك بقى، يعني اديني هو عملت حاجه. انت لو عمل كل حاجه، لو الاب عمل كل حاجه، قصدي لو الام عملت كل حاجه، طب ما هي كده كانها منفصله. يعني لو تاخدي بالك الزوجات المنفصلات هم بيعملوا كل حاجه. فانت دورك ايه؟ انت دورك ايه بقى؟ معنى كده كاني متطلقه فعلا. فروح بقى، يعني روح طالما انت مالكش دور قوي معانا فممكن نتخلى عنك عادي. طيب القلق عامة ممكن يبقى من حاجة تانية غير الحاجات اللي خاصة بالمهام اليومية، ممكن الام تكون قلقانة من حاجة في الشغل، حاجة عامة في مشاكل مع اي حد تاني، ازاي القلق ده ممكن يتنقل للاطفال وازاي يمنعه؟ طيب انت عارفة القلق بتاع الام بينتقل للاطفال هم في بطنها، مش بينتقل للاطفال بعد ما يتولدوا ويبقوا عايشين معاها في البيت. القلق معدي، يعني الامراض النفسيه معديه زيها زي الامراض العضويه، وعشان كده بنقول من جاور السعيد يسعد ومن جاور الحزين يحزن. يعني ده معناه انه السعاده معديه والحزن معدي والقلق كمان معدي. والقلق معدي بقى اكتر من الحزن والسعاده. خدي بالك انه الطفل هو في بطن مامته هرمونات الام بتنتقل للطفل من خلال المشيمه، فلو الام قلقانه ومتوتره اثناء فتره الحمل الادرينالين بيعلى في دمها وينتقل من دمها لدم الطفل، فالطفل يبقى وهو في رحم الام مش شايف حاجه، حاسس بالقلق والتوتر اللي الام حاسه بيه. أوكي. عشان كده علاقه الام بطفلها ممتده من اول ما كانت حامل فيه لحد ما يكبر وينفصل عنها تماما. تمام. ينفصل عنها تماما، مش المقصود انه يبقى طفل مستقل، لا، لا ينفصل عنها يعني يسيب البيت ويروح يتجوز ويعيش في بيت تاني اصلا. تمام؟ اوكي. علاقه علاقه ممتده طول الوقت، والابن او البنت بتحس جدا بالقلق الموجود في البيئه المحيطه بيها، فلو ماما قلقانه او في بينها مشاكل وبين بابا فاحنا شايفين ده، لانه احنا 80% من التواصل بين الناس هو تواصل غير لفظي. ملامح ماما بتقول انها قلقانه، صح، تصرفات ماما بتقول انها قلقانه، شكل ماما بيقول انه قلقان، فده هينتقل لي مع الوقت، وهبقى شايف ان انا كمان بدات اعيش في قلق، انا عايش في توتر بسبب انه في جو في البيت حتى لو انا مش عارف ايه المشكله. وخصوصا ده بيظهر اكتر لما يبقى الحب بيزيد، يعني لو هم اصلا علاقتهم كويسه مع بعض وهم الاثنين خايفين على بعض وبيحبوا بعض، بتلاقي هم من كتر القلق، طب هو يا ترى فين، طب لا هو شكله زعلان، طب هو شكله، فبتلاقي التوتر اصلا بيزيد لمجرد ان انا كمان مهتم بالشخص اللي معايا ده بزياده. جدا طبعا. وخدي بالك انه اول ما الطفل بيتولد بيبقى فاكر ان هو والام حاجه واحده، صح، يعني بيبقى فاهم ان هو والام جزء واحد من كيان واحد، لحد ما يفهم انه كيان منفصل بعد 6 شهور. انت متخيله؟ يعني هو بياخد 6 شهور قبل ما يفهم ان هو كيان منفصل وانه ممكن يبعد عن الام. بعض الامهات بقى للاسف بيعملوا مشكله، بيزودوا القلق عند الاطفال بالارتباط الشديد بينهم وبين طفلهم، فالطفل يبدا شويه ينفصل، فالام لا عايزاه طول الوقت يفضل معاها، فما تنزلوش حضانه،
ما توديهوش يلعب لوحده ويتمرن حاجه. هو في سن، احنا بنتكلم على سن 4 سنين او اقل، الام لازقه فيها، ما فيش حد يشيله، هي طول الوقت هو معاها، خايفه عليه طول الوقت. هنا الطفل ده لو جاي ينزل المدرسه لاول مره هيصاب بحاجه اسمها قلق الانفصال عن الام، لانه هو متعود طول الوقت ان هو لازق في مامته وانه هي معاه طول الوقت، فهي ما عودتوش انه ينفصل عنها، وجايه في يوم من الايام قررت انها توديه المدرسه فسابته النهارده في الفصل، فكارثه. فبيبقى عنده بيبقى عنده اعتقاد بقى الطفل ده انه ماما مش جايه تاني. ايوه. فيبدا بقى يخش في قلق الانفصال عن الام، ويبقى عنده ضربات قلب سريعه وعياط وتوتر بشكل كبير، لدرجه انه المدرسين يضطروا يكلموا الام يقولوا لها تعالي خديه لانه مش قادر يقعد في الديسك، ده عمال يعيط من ساعه ما سبتيه. هو هنا قلق الانفصال ده اللي تسبب فيه في الاساس ان الام كانت مهتمه بزياده ومنع ان هو يبعد عنها بزياده. بالزبط. في ترابط قوي. هو الارتباط القوي ده هو اللي بيؤدي الى ان الطفل في اول يوم مدرسه يبقى عنده قلق الانفصال عن الام. الحاجه الثانيه انه الامهات، معلش اتفضل. لا اتفضل. الامهات بيلاقوا الاطفال بشكل كبير من الدراسه، الاطفال الاكبر بقى من السن ده بيلاقوهم من الدراسه، بيحسوهم ان الدراسه ده بعبع. ايوه. فطول الوقت احنا بنستعد للدراسه، اصل الدراسه بعد اسبوع، اصل الدراسه بعد 3 ايام، اصل الدراسه بعد، كل ما بنعمل كده كل ما بيجي لنا رهاب الدراسه. الولاد بيبقوا داخلين المدرسه خايفين جدا من المدرسه، وحاسين ان ده الكابوس اللي هيشيل منهم البلاي ستيشن وهيشيل منهم حياتهم الممتعه، وهتتحول الحياه لحاجه كئيبه بسبب الدراسه. صح. للأسف ده اللي بيحضره الأهل، أو اللي بيعملوه الأهل، الأم والأب لما بيخوفوا الولاد من الدراسة وبيحسسوهم إن الدراسة دي بعبع، وإن زي ما حضرتك قلت برضو إن هم داخلين على حاجة لازم يكسبوها ولازم يبقوا أحسن ناس فيها ولازم يجيبوا أعلى درجات، واللي هو داخل مسابقة. فالطفل يبقى عايش في قلق طول فترة الدراسة، والأهل عايشين في قلق طول فترة الدراسة، وقلق الطفل مش نابع من فهمه للامور وفهمه ان الدراسه حاجه صعبه، نابع من قلق الاب والام اللي بينتقل للطفل. لانه اولادنا بيتولدوا ما بيخافوش، واحنا اللي بنخوفهم. يعني صح. الطفل الصغير بيحط صباعه في الكهرباء مش عارف ان ده خطر، فماما تقوم مصوطه فيه بتقول له حاسب شيل صباعك، يحط ايده على الكلب تقوم مصوطه فيه شيل ايدك من على الكلب. صح. هيبدا يخاف من الكلب، يخاف من الكهرباء، يخاف من النار. انا اللي بعلم الطفل شعور الخوف، لكن الطفل بيتولد من غير شعور خوف ولا قلق. فقلق الاهل بينتقل للطفل طول الوقت. ده حقيقي. وقد ايه احنا دورنا بيكون مهم، ومن كلام حضرتك بجد من حاجات بسيطه قوي ان احنا ناخد بالنا منها، من كلمه بتتقال، من تجهيز نفسي بنعمله بسيط بيأثر في حياه طفلنا بشكل كبير. دكتور محمد محمود حموده، استشاري طب نفسي اطفال وبالغين، بشكر حضرتك جدا 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 على النصايح دي، نورتنا في حياتك. صح. شكرا لحضرتك يا استاذه. شكرا جدا جدا. باي باي.